كامرين. يا الله يا الله آمنا بيك يا الله. تدهور أوضاع محافظة ديالى وتراشق التهم هنا وهناك عن الجهات التي تقف خلف المجازر التي شهدتها المحافظة والتي راح ضحيتها الكثير من الشهداء والجرحى. هذول ايتام، هذول ابوهم، هذا ابوه هناك مضروب بطنه، بقى يعيط ويصيح وهنا ينفذ براسه. يعني هو شنو ذنبه؟ شنو ذنبه؟ هذا هو خريج باقي لهاي السنه يتخرج ومرتب وضعه لتخرج، وهاي شاب الرئيس يروح ليه؟ شنو ذنبه؟ مجزره المقداديه الاخيره خلفت 8 شهداء من عائله الشيخ مصطفى التميمي، كانت محط اهتمام قيادات وممثلي التيار الصدري الذين زاروا المحافظة وقدموا التعازي ذوي الضحايا. حملوا الوفود رسائل مهمة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يطالبونه بإنقاذ ديالى من أعمال الميليشيات المنفلتة التي استباحت كل شيء، ولدرء الفتنة التي يراد إشعالها في ديالى ومنع أي ردة فعل. أصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تجميد التيار الصدري في ديالى إلى إشعار آخر بعد أن قرر تجميد سرايا السلام في فترة سابقة. ونتيجة تدهور أوضاع ديالى الأمنية شهدت محافظة ديالى سلسلة زيارات لوزراء وسياسيين، أبرزها زيارة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، حيث عقد عدة اجتماعات أمنية وخدمية للوقوف على مسببات تدهور أوضاع ديالى الأمنية. على تحمل المسؤولية، خليه يقعد بيته.